الحال يا بابا، مش عايز تقتلك. انا مش اخدتولي بابا، مش عايز تقتلك. بحبك. بصوت باك يناشد الطفل السوري ريان ذو 3 سنوات أن يلتم شمله بأبيه المرحل قسرياً إلى سوريا. ريان وحيد في تركيا منذ 22 يناير 2022. بتمنى إذا حدا سامع، يعني سمع حكي، بإحسن يساعدنا بأي شيء، يعني يوصل صوتنا، يوصل أي شيء. الأم تتحدث عبر هذا الفيديو عن شعورها بالعجز أمام هذا الوضع المأساوي وتقول: أحاول لما شمل عائلتي إلى السويد منذ 2 سنين، والآن أسمع صوت بكاء ابني ريان وهو يسألني: لماذا تركتموني وحيدا هنا؟ لا أستطيع تقديم شيء له لأنني لا أملك جواز سفر سوري. طفلي بلا أب أو أم، أرجوكم ساعدونا. مرة ثانية قضية محزنة من قبل قضايا اللجوء والمهاجرين، اللي يبين أنه الفترة الطويلة اللي الناس ينتظروها يتعرضون لمثل هذه المشاكل العويصة. والد الطفل ريان يروي عبر هذا الفيديو تفاصيل إبعاده عن ابنه. السلام عليكم أخواتي، أنا مهند سياد من ريف الشام، مهجر مقيم بتركيا بمرسين، متزوج، عندي ولدين إياد وريان. قعدت فترة بتركيا تقريبا ما يقارب سنة، أكثر شوي إلا شوي ما بعرف. بعد هالسنة حاولت أطلع أقدم لجوء بأوروبا، رحت شفت بدي أطلع لأوروبا، طلعت عن طريق المطار، طلعت زوجتي وابني إياد صاروا بأوروبا بدولة السويد، وأنا وابني ريان ضلينا هون. انكمشنا، رجعونا، سكننا سكن شبابي، وقعدت فترة منيحة تقريبا 2 سنين. لما طلعت زوجتي كان ابني ريان عمره 1 سنة، حاليا عمره 3 سنين تقريبا، طول لم الشمل. 22 الشهر الأول تركت ابني عند رفقاتي الشباب، قلت له انتبهوا عليه، رح اطلع اجيب له دواء واكل وحليب وهيك شغلات وارجع. طلعت مسكني البوليس، كملكي مرسين، قال ممنوع انت تيجي لهون، لازم ترجع على ولايتك. قلت له خليني اتصل بس يعني خبر اللي عندهم ابني انه ينتبهوا على صغير، ممنوع. اخذ مني التليفون طفاه، ما خلاني اتواصل مع حدا، طفاه وطالعني بالباص، طبعا مع معامله يعني سيئه شوي. طلعنا بالباص، بعد ما طلعنا من الباص قالوا لنا 2 يوم بالسجن توزلا، وبعدين بتطلعوا على ولاياتكم. في الحالة مو مشكلة، 2 يوم بيصبروا علي الشباب، برجع بنتبه على ابني يعني. قعدنا للأسف 7 أيام أو 8 أيام بسجن توزلا، بعدين نمنا عند الجندرمة 1 أو 2 يوم، بعدين سفرونا بالباص من توزلا لكلس تقريبا ما يقارب 19 ساعة أو 18 ساعة هيك شيء. طبعا الكلبشات بإيدينا، مع العلم أنه نحن شوف يعني نحن لا مجرمين ولا إرهابيين ولا في جرم من الأجرام المذكورة يعني. حاولت حاكي شرطي، حاولت حاكي بوليس يتفهم وضعي، يعرف أنه ابني بسكن شبابي ساكن لحاله، تركته ما عنده حدا، ما حدا رد عليه للأسف. رحنا على كلس، وصلنا على كلس فوتونا، ضل هنيك أكل، نام، شبع، شرب، ما بعرفه بردان، ما بعرفه دفيان، ما بعرف عنه شيء أبدا يعني. آخر شيء تواصل معي صديق لي، قال لي حطيته عند خالته، خالته بتكون بإسطنبول مقيمة، قال لي حطه عند خالته. بس هذا الحال لقيت يعني أنا مشتاق لصغير والله، وهلا حكيت مع صغير يعني لسه جاكيته لابسها وبوته لسه لابسه، لسه ما شال حبوته، عم يستنى قال أبوه عشان يجي ياخده. ايه مشكلة يعني، عم استناني لأجي اخده وانا اضطردوني لهون، انا شو سوي بالحالة هي يعني. هذا الحال لا بيرضى فيه لا انسان ولا قانون ولا اي شيء. اسمي آلاء من ريف الشام من الغوطة الشرقية، متزوجة وعندي طفلين. انا ما بعرف يعني، ما بعدين انا صرت احاول ادق، يعني اول يوم دقيت كتير ما رد، لتاني يوم دقت لي خالته لرفيقه لزوجي، انا معي رقمها يعني، كنت من قبل حاكية معه،
دقت لي هي وحكت لي انه زوجك اخذينه البوليس، وريان ضل بالسكن مع رفقات ابوه يعني، وعم تقلي انه ريان قايم مرضان يعني عنده حراره، وهيك عم تسالني انه شو نعمل، انه هو ضعفان يعني وابوه ما موجود، نحن ما عارفين كيف نتصرف معه او شو نساوي يعني. ف يعني انا ما كان يعني طالع بايدي اعمل اي شيء، حتى انا ما بحسن انزل هلا، اذا بدي اقوم انزل انا على تركيا ما بحسن انزل، كثير صعب، ما يعني ما في اي شيء يعني احسن ساوي. فقلت لها انه بس يعني انه ضليت انه اتواصل معها مشان ريان، انه اذا هو بخير وكيف صار وهيك. فبعد فتره رفقاته لمهند زوجي اخذين ريان حاطينه عند جماعه، بصراحة يعني هو ابني وما حاسني أساوي أي شيء، كتير كتير يعني كتير شعور صعب إنه أم شايفة ابنها هيك عم يبكي، لما عم أحكي معه عم يقلي ماما بابا تركني وراح، أنا هون ضليت لحالي، يلا تعالوا خدوني، يعني هذا كان أكتر شيء صعب، يعني شعور كتير صعب. أنا بدي أشوف يعني إذا حدا سامعني، منظمة حقوق إنسان حقوق طفل، يعني أي حدا بسمعني إنه ريان يعني ما زنبه شيء، يعني هيك يضل بلا أب وبلا أم هو هلأ، يعني الجماعة اللي ريان عندهم يعني أنا مالي معرفة فيهم من قبل أو شيء يعني أبدا، وهيك يعني صار. بتمنى إذا حدا سامع يعني سمع حكي بإحسن يساعدنا بأي شيء، يعني يوصل صوتنا، يوصل أي شيء، إنه يطلع أبوه لعنده أو يجيبوا ريال لعندي، يطلع أبوه يعني إنه تتعجل هالأمور هاي، لم الشمل أو أي شيء، يعني نحسن نجيبهم، يعني يحسن ريان يجي لعندي لهون. ما بعرف يعني أي حدا بإحسن يساعدني أنا كتير يعني. مرة ثانية قضية محزنة من قبل قضايا اللجوء والمهاجرين، اللي يبين انه الفترة الطويلة اللي الناس ينتظروها يتعرضون لمثل هذه المشاكل العويصة. للأسف قضايا لم الشمل تأخذ فترة طويلة بالنسبة لذات هجرة، أول شيء ينتظر الشخص فترة طويلة حتى يأخذ إقامة، وبعد ما يأخذ إقامة لازم ينتظر فترة طويلة حتى تتم عملية لم الشمل، ويبدو كما لو أنه ما تحس أنه هذه سياسة من الهجرة لما تطول بهالطريقة يقل عدد الناس اللي ممكن أصلا يرغبون يجون للسويد، لأن يعرفون أنه قضاياهم ممكن تطول. فمثل هذه الحالة اللي موجودة هي حالة خلينا نقول ما تتكرر بشكل كبير، ولكن تصير الآن من وقت لآخر، يقبض مثلا على أحد الوالدين ويرسل يبقى الطفل منعزل. فالشيء الوحيد اللي ممكن أنصح به أنه يحاولون يقدمون طلب استعجال إلى دائرة الهجرة بأنه لم شمل حالة الطفل، باعتبار الطفل موجود لوحده، أنه الاستعجال على الأقل بحالة الطفل، وطبعا أفضل أنه مع الزوج يقدمون الدلائل اللي موجودة للدل، مثلا الأوراق اللي جاية من تركيا للدل على أنه تم ترحيل هذا الشخص إلى سوريا، وبهالطريقة أنه يكون بإمكان الهجرة أن تعطي أولوية لمثل هذه القضية باعتبار الطفل موجود لوحده. هذا الحل اللي موجود بمثل هذه الحالات، وإن شاء الله على أمل أنه هذا الموضوع ينحل أيضاً.